انا هو انوار من الفاس اللي درت اللايف نهار السبت بحال الوقيته هادي هاد السبت اللي داز. المهم نعاود لكم قصه. عيط لي واحد من زاويه الشيخ، مشات للبوجلو محطر كيران، عيط له قلت له شنو بلاصه نركب، قال لي تقطع الكار لزاويه الشيخ في الرباط. ومن وصلت للمحطه تلسات لي بلاصه اللي نزف فيها، مشات قلت له اول زيد تاكد، قلت له شنو بلاصه نزف في الرباط زعما، قال لي تنزف في زاويه الشيخ هي من واحد بلي ملام ماشي. المهم علينا، المهم جيت انا بلي ملام، جيت هكا زاوية الشيخ، تماك جاي زاوية الشيخ، واحد فيلا جاي عروبي. المهم علينا، انا وليت تيصاب بلي ديك الساعات ديت معاه كلمة، هو داي معايا كلمة، عيطوا لي الناس موراه، اختي اللي عطتني الماجة دبرت هي عند صحاباتها 500 درهم، قالت لك 100 درهم، قالت لي 400 درهم. المهم علينا، عيطت لك السياك، كنت تسناني في قهوة في زاوية الشيخ، حيت انا وياه في تيسا، وصلت عنده. مي وصلت عنده فرحت بيه على نكتو، هو راجل كبير شي 50 عام ولا 46 عام، مش نقولك زعما شي واحد قدي ولا اكثر مني شويه ولا صغار مني، اكثر مني كبر مني. فرحت بيه على نكتو، قلت له اخويا وبالي وقفت معايا عاونتني في الاخر ما نخدم على راسي. المهم جلسنا في قهوه تقهوينا، بقى يقول لي تخلص 60000 في الشهر، ولا زدنا شويه حتى شدات 70000 ريال. المهم فرحنا ما بيناتنا في القهوة اللي تعودنا، المهم بقينا كنتعودنا، زدنا صافي تقاوينا، زدنا غادي بحالنا، غادي زعما غادي نخدمو ولا ما عرف شنو باغي يدير. المهم غادي في الطريق كيتلاقى صاحبه، المهم ما علينا، غادي غادي باخر. المهم هو كيهضر معايا، هو كيهضر معايا بالسياسة، غير بالسياسة. المهم واحد شوية كاين لي تيليفون كيصوني، كيش بالتيليفون كيهضر، إيه كيتمنتك بحال كش ديال فيلم، ما كيهضرش، إيه أنا صاحبني كيهضر بصح. المهم كيهضر في التيليفون، ألو حاج، قالو لا، قالو حاج، قالو قولو سيدي فيصل هو جا عندي نقول كوطابلي بوانتي ليا، مشو مع جوج زعما يبوانتي لي أنا زعما غادي نخدمو. واش نقول لكم شنو نكذب عليكم، ها واقع الكار، حيت كاين شوت في الكار دابا كاين دابا، مشاو يتسولوا، ها واقع الكار، ها واقع الكار اللي مشيت، زاوية الشيخ هي فين كتب لي واحد السي ساعدني، قال له كتب لي بلاصة ما تنساليش، هاي مكتوبة، هو شاف بعيني ديك السيد اللي قاعد يسأل ويا في القهوة، شافني، راه عاق عليه وقال لك ما كيتقهواش تما. المهم ما علينا اخوتي، كيقول الو حاجة جا السيد من فاس لا يخدم معايا. المهم فرحني علقتو، المهم فرحني الى خدمة اللي واحد الشركة في الرموك كيصاجو السلعة كيفرقو أي مدينة ولا ما عرفت شنو، قلت صافي مالينا. المهم واحد شوية عاوتاني حط تيفو بقى كيتهاود معايا، مي تهاود معايا حتى شوية قال لي تيفو كيسول، ألو حاج شنو، قال له شنو، قال له سول واش عنده فلوس، وأنا بنيتي ماشي كنخدم مانيش مكذوب، قال له أه، قلت له لا عندي فلوس ما خصنيش فلوس، قلت له راه دبرت لي ختي عند صاحبتها 500 درهم، ركبت 100 درهم وخليت 40 فرنك، قلت له على عندي، وانا بنيت قلت له ما خصنيش عندي ما ندي باني، علاش ما باغيش ليك الهدي؟ قلت له لا عندي. المهم علينا، قال له صافي حاجة راه عنده، قال لك ولا خصو شي حاجة ما يزيدو ما عنده، قلت له اه عندي فلوس، عندي 400 درهم 8000 هي باقي لي هي كاين عندي، قلت له ما خصنيش كلي، قلت له لا، يقول له شكرا الله حمني والدي وسمح لي. وهي كتمت ما كيداش معاه. المهم علينا، حيد التيليفون، حط التيليفون، حط شوية كيعيط التيليفون لاخو، الو داري صاحبي، كاين مع زعما صاحبو وما كاين، المهم شو شنو بيناتهم، معي واحد قال له بغيت فلوس، قال له شحال بغيتي، قال له بغيت 20000 30000 ولا 1000 درهم، لا 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 بغيت شي 400 درهم ولا 500 درهم، قال له جاتك صافي ما علينا، حيد التيليفون، حط شوية قال لي انوار لك 400 درهم، صفتو الدري ميكو غالي في الطريق نلحق ديالك نيتي لقيت والو انا لقيتالو ماشي نقول هادشي بخاطر بالسياسة قال لي مشو غالي في الطريق في الطريق نلحقك ما علينا لقيتالو شوية عاوتاني كيولي عاوتاني اللي حق التيليفون كيصوني هو كيجيب التيليفون عاوتاني الو حاج قال له والله لا قال له حط طومبيلة كتباع قال له لاني عندي كاميرا خاسرة التيليفون ديالي نشوف السيد اللي معايا انفاس جا يعني التيليفون ديالو نسولك الطوموبيل اللي كنت مال بغيت تشريها فعلا هادشي الواقع. المهم قال له شوف مع صافي سلام هذا قال لي انوار تعطيني لك التليفون نصور حاج الطوموبيل نشوف نصيفطو باش نشري لك الطوموبيل قلت له هاك عيطو التليفون تا هو عيطالو بخاطر ماشي زعما بخاطر عيطو لك التليفون. المهم مازال ابو عياد ضربولو يبقولو شياتك كل شيء قول دابا فين جا طيحو لي واحد بلاصه خلا فيلا خرجوا لي خلا ضربولي زوار وطيحولي لي صافي سخفت ما قديش نوض بلاصه علاش واكله صحتي.
انا ما قلت له والو، غادي فرحه ما على بيا. ملي طلبت خدمه ما كنت كنطلب فلوس، كنطلب اي خدمه اللي خدامني شي حاجه غير مبني، ولا كنمشي ندخل مع البنايه يخلوك تتعلم الصنعه يديوك بالا فيس ولا 10 سنين ولا بالا فيس يديا تقراهم بالا فيس. انا ما كنت كنطلب فلوس، كنت كنطلب شي واحد يساعدني يخدم لي في الشطابه ولا في السيكريتي ولا في اي حاجه الا بالله. وهادشي اللي كاين، المهم يضربوني مشاو البو صافي قيت جات ولت رجعت قهوة. عاودت مول القهوة كنت مش عارف ديك السيد اللي كان معايا في القهوة قال لي ما كنعرفوش ما كاين ما كيتقهوش تما كاينينش، وكيفاش كيتسناني انا نجي اللي هو ما كيتقهوش، هو اللي كتب لي هاد الورقة زوات الشيخ مول القهوة باش ما تنسانيش ديك البلاصة. إيه كنت كنطلب يا خالد ما قلت لكم ما كنشرب لا الدواء ولا حتى حاجة، مازال بصحتي في عمري 30 سنة. انا كنت غير كنقلب على شي مسيحي خدامني، كنت كنطلب يا خالد ما فين عراك وناكل بالعراكي فين جمعنا اختي تحن فيا وصبر ليا وطيب ليا وحجم على اختي اللي بحال هي هي عايشة مع صحابتها، وانا مرة فين بات مرة نبات هاك ومرة برا مرة نغمضها في كيت وما تعيش الليلة. مشيت فرحة مشيت علقتو اضربوا لي برجلي كل شيء اصاحبي بيديهم والطعت زبروا علي زادوا عليا برجليهم بيهم جوج، واحد عاق علي واحد لحقت له واحد اللي عاق عليه جلس معايا بزاف، وليك اللي تلاقى مع ما عاقش عليه بزاف. انا كنت كنطلب اللي خدامني علاش بصحتي ما كنشرب الدواء ما مارس ما والو. رجع لي سلطان لبريكاد جوندام هما اللي ساعدوني ركبوني في الكابر تلاجي تفاز كنشكرهم. المهم وقفوا معايا هما اللي راح الواحد ركبوني في الكار ردوا لي فاس ومو الكار رد لي الناحيه اللي مشوا دابا ولا بغيت تسول ومشوا لي كنت دابا فيها كاملة فيها قطعة الكافيس في الا مشيت علاش عيطوا لي الناس مورا. قلت له خويا اسمح لي انا دايما عليك سي كلمة خاطر هو الاول عيط لي، قلت له انا دايما عليك كلمة نمشي نشوفك. خدمتي هاديك ما خدمتش انا على الاتصال سعد لي تيفو بصامات اول اللي ولا عندي دات تيفو بصامات دابا عاد مشيت خرجت للمرتي رجعت للمرتي قديمة وشيت تيفو هادي شريتهم لي اختي اللي خرجتهم اللي دات ليا فيها خير. هو التيفو دابا ولا عندي ولا نية الله شادي خلص لي في دابا في هذا الوقت ما عرفت شنو ندير. انا بغيت المسؤولية ياخذ لي الحق من اي سيد ياخذ الحق يرجع لي رزقي والضرب اللي ضربني. انا بغيت مسؤوليه قول لي حق من الانسان يتعدى عليا وضحك علي دمرني. عاودت لهم الاول الظروف ديالي يعني والدي مطلق يقول له ولي مستقبل يقول له عايش لي سالي ولكن انا اللي ما عايش فرحتي في الدنيا. انا كنبغي نلقى في نرتاح في نخدم على راسي في كبحال كبحال خوتك ما خدامي. انا اللي يسالني شي واحد يخدمني ما بغيت والو شي حاجه من غير خدمه بغيت غير الخدمه. بغيت هكا خلص عيا كرات انا جمع اختي حدايا نجريها حدايا كريوا البيت تحن فيا تصبر لك وتطيب لك هادشي اللي بغيت في حياتي ما بغيت والو. مرتي 0938 83 25 51.